صراحة أنا رالف فيصل أنا ما بستحي بحدا بعرفه، بالعكس يعني، بس أنا رالف ما بتذكر إني كنت بعرفه أبدا أبدا أبدا. ما بتذكر إني كنت بعرفه أبدا، تعرفت عليه بموضوع البواخر. نحن وقتها أنا ما بعرفها كل هالقصة، ما معي خبرها، إذا بعرفها وساكت أكيد ما إلي حق وأكيد إني مذنب بكون. ممنوع حدا يعرف شو القصة. هلا بمعزل عن شو القصة يلي قال رالف فيصل انه ممنوع حدا يعرف شو هي، يلي السيد جبران باسيل عم يجرب يقنعنا بانه هي موضوع الادفانس بايمنت، معلم انه هذا الحكي كان مفروض هذا التسجيل بعد توقيع العقد، يعني بعد توقيع موضوع البند الجزائي، انه ما بده حدا يعرف انه هو كان عم بحط بند جزائي على الشركة، علما انه هيدا التسجيل بعد توقيع العقد وبالتالي بعد توقيع البند الجزائي كان 25 مليون دولار. بس انا ما بدي اطول كثير بالحكي هون، بدي اقول شغله وحده قبل ما انقل عن زميل هادي الامين، بانه القصه يلي انا بعرفها كثير منيح بانه there will be consequences، رح يكون هنالك تداعيات اذا كنت تعتقد بأنك تحسست شيئاً أنت والمحيطين فيك من حرارة الصحافة الاستقصائية فأنت واهم. نحن لم نبدأ بعد. إذا ما عندك شيء تخاف منه عادي ارخيها، بس إذا أنت والمحيطين فيك عندك شيء تخاف منه ف there will be consequences. ننتقل إلى الزميل هادي الأمين يلي مثل ما قلت لكم سيكشف لنا التسجيلات التي توثق العلاقة ما بين الأدفانس بايمنت، بين الدفعة المسبقة والعمولات. رح نشوف المليونين دولار كاش. مساء الخير أستاذ رياض، مساء الخير للمشاهدين. تعيبا على الوزير والمحيطين فيه، اللي عرفناه أنه كل نهار جمعة بيجمعون عنده الوزير جبران باسيل بالبياضة، الوزيرة ندى البستاني والمستشارين والمحامي، بحطوا لابتوبات وبفرغوا الحلقة وردوا بتوتر بتنشن كتير الوزير جبران باسيل وبصير يعيط أوقات. الاعتبار صار كلمة متداولة بتنشن بدها رواق وكذا الأمور. خلينا نبلش بريكاب عن الحلقات السابقة، في الحلقات السابقة مشان نفوت العالم ونفوت بالتفاصيل دغري بعدها. فيديو 1 لم تنتهي التسجيلات السرية المتعلقة بصفقة البواخر كما ظن البعض، والتي وقعت في قبضات وحدات التحقيقات الاستقصائية في الجديد. فالسياق والترابط بين المستندات والوقائع والتصاريح والتسجيلات لا يزالان يتقاطعان، وآخرهما الرد على بيان وكيل الشركة رالف فيصل الذي تحدانا في إثبات دفع عمولات، وهو ما كشفناه بصوت رالف نفسه الذي دفع 100,000 دولار كبادرة حسن نية لفاضل رعد قبل حصول الشركة على الدفعة المسبقة. وهلا أكثر من هيك حسن نية، أنا وعدتك قبل العيد وهلا سبحت على البنك اليومين تلفان البنك سحبت لك 100,000 ولا أعتقدهم بكيش بطلب رأيي. هلا مش هيك طلب منك الورقة تغيرها حتى 500 و500 و500، أعطيني إياها. التسجيلات لا تقتصر على توثيق الدفع، فهي تمحورت حول آلية دفع العمولات بطريقتين مبتكرتين. الأولى هي عبر إنشاء شركات خارج لبنان. بذات الوقت مين الشركتين اللي بدوا يتعاطوا بهذا الموضوع؟ الشركة رح تنخلق بس من ميلتنا نحن بس لنخلص الشركة.
تاخذ شقه ليبي بدك شقه برا الشركه برا وما في اي ترانزاكشن جاي. الطريقة الثانية التي طرحها وكيل الشركة هو توقيع عقود بيع تتعلق بشقة سكنية من دون تسجيلها وتكون غطاء لدفع العمولات. فكرني وهلا شيء انضف لي وانضف لك، فكرني بطريقة هاتك شي شقة شحتيتي نعمل ورقة برانية وبترجع لك بعدين لإلك، يعني على اي حول ثلاث مصاري على شقة. وصرت على شقة حققت لي الأرامين منها. وكيف بترجع تعمل ورقة برانية ورجعت لي؟ بعمل ورقة برانية خلص هلا انا اصلا اول دفعه شوف بس بدي ادفع لك بدي هالورقه ارجع اخذها منك واعطيك محلها بالقيمه الباقيه. هذه الأموال التي تدفع كانت لقاء تسهيلات يقدمها وزير المال محمد الصفدي وجرى تعدادها في الجلسة السرية المسجلة. كل التسهيلات اللي بدكم اياها رح يعملوا لكم اياها، لا إعفاءات من المالية، إعفاءات من الضرائب، كل هالشغلات تقريبا 25%. الخوف من السمسارين في الصفقة كان من فتح العمولة والغاية التخلص من العقد الوهمي الذي وقع بينهما. لا 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 اتفقنا منين لحظة من بوينت 8 لحتى انت قلت انه هيدي بتندفع لحتى نخزن الوراق وما يكون في معسلة لينك بيناتنا بهالكونتراكت عشان ما يصير في فضيحة، وهذا الكلام اللي انت قلته انا قلته. كل سياق الحديث بين الرجلين لا يمكن فصله عن كلام أحمد الصفدي في توزيع الحصص لمصلحة عمه وزير المال. هذا الربط بين التسجيلات يترجم الاتهامات السياسية بين الأطراف المتنازعة، وليس الوزير سليمان فرنجي وحده من تحدث عن تفاصيل سنوثقها من خلال كلام وكيل الشركة رالف فيصل، وتحديدا عن قوله جبران جايب سمير دوم. يا ويلاه، بس هون خلينا مجددا يعني حق الرد، تعرف هو قال بأنه جايب سمير دومت، يعني هو كان قال عم بيجيبه، معناه قصده انه عم بيقول له تعا، عم بيقول انه مستغرب، قال انه بدك تجيبه لسمير دومت على المؤتمر الصحفي، قال انه تخيل عم بيقول له معقول، رالف فيصل عم بيقول له معقول بدك تجيب سمير دومت يلي هو بيملك الشركه على توقيع العقد مع الشركه، لك منا شغله، تخيل قد ايه واقع كان جبران، قال بدي يجيبه وهو وكيل الشركه، وهو وكيل الشركه بده يجيبه يحضر مؤتمر تبع ما انا عارف انا افتتاح كان شو هذا، افتتاح شركه كهرباء ولا افتتاح شيء مخالف للقانون، لم يصحي سمير دوم تيجي على المؤتمر الصحفي في يقول ويبرر اللي بده اياه الوزير. بس مش بس هيك هادي، بس لا هون شغله، لا بكمل فاضل رعد وبيقول له معقول لانه جاب سمير دومت وما مضى، يعني جايبه على غير شيء، في يمكن جايبه تمضي البند الجزائي مثل ما انه رفض ومع ذلك قبلت معه وازعنت لشروطه، طلع قول هيك. رياض هيدا التسجيل اللي عم نحكي عنه جايب سمير دومت هيدا بسبعة الشهر، ما في يكون بده يجيبه، لغه الحديث جايبه شيء حصل قبل توقيع العقد، مش كان عم يدعي على المؤتمر الصحفي، وما في شيء بالتسجيلات بيشير للمؤتمر الصحفي او للجلسه اللي كانت على اعتبار انه هون قطشت ثلاث دقائق، ممكن يكون في شيء قبل بعد بصرف النظر. طيب. بس مش منطقيه مثل ما انت عم تحكي، خصوصي انه بيقول له فاضل رعد معقول ليش عم يعمل هيك، معقول لانه جاب سمير دومت وما مضى. كمان فيها تزوير هاي، بدنا نسأل. خليني رياض بس جزي قبل ما بلش بالتسجيلات، لأنه نحن التسجيلات مقسمينا على جلسات، في جلسة حنستعمل منها هي جلسة 20 تموز اللي توسعت أنه هي ب 20 تموز، حنبلش بهيدي التسجيلات، في تسجيلات حنحطها هي وقتها بسنة 2013 بعد وصول الباخرة فاطمة جول وقبل وصول الباخرة الثانية، وفي تسجيلات كانوا واصلين الباخرتين وهي بين تموز وآب، يعني يا تموز يا آب حسب سياق الحكي 2013 لما دبك المشكل هاي بعد استقالة حكومة مئاتي.
بأذار 2013 بأذار 2018 13 خلينا رياض نبلش بالتسجيل الأول اللي هو تاكس اللي بيحكي عن التسهيلات يلي كان موعود فيها رالف فيصل من فاضل رعد انه يأمن له يا فاضل رعد مع محمد الصفدي من الوزير محمد الصفدي التسجيل الأول شباب شرط في عندهم شغلات هو معه خطأ في راسي انه بدنا نقدم حسب الكونترا بس يسهلوا لنا اياها ماشي مش عم بطلب منهم زياده بس انه ما يش عليها بزات ماليه هلا من احنا اصلا لازم نكون معفيين من الضرائب معفيين من الجمرك هلا الضريبة دفعوا لنا ضريبة شو اسمه وفي قصة انه ادخال مؤقت للباخرة وكيف يرجعوا يطلعوها باسم مين وهل يعني ابو بتعرف انت الجمرك الجمرك بتحصلته مشان هيك في الأوديتر تبعنا هو برايس ووتر هاوس كمان بيعرفوا لفي راس طلع وديع اسمه قال لي كمان بيعرفوا عم تحكوا معه فحكيني في راس وقت قلت له انا هلا بتركيا بحكيك انا بسألش فهلا انا هاليومين طلع عليه بدي احكي معه بس مطروش لانه عندي كم شهر كثير كثير انا هادي ما عم بفهم شو بده عم اكثر من انه فوت الباخره ادخال مؤقت شو بدك يعني ادخال مؤقت يعني ما عليها جمرك ما عم بفهم مش عاجبه كمان كاين يعني حتى مش عاجبه ما عم بفهم يعني بهذا التسجيل بيقول له انه شرط في عندهم شغلات هو ما هو خبر فراس فراس اللي كان مستشار الوزير محمد الصفدي بوزارة المال حسب الكونترا بيقول له سهلوا لنا اياها مش عم نطلب زياده بس انه يعني ما يضغطوش علينا اذا بدك المصطلح كلمة غير هيك هي شتيمة. عم نجرب نلطفها شوي بيقول له رالف هلا ما نحن اصلا لازم نكون معفيين من الضرائب ما يضاجعونا بوزاره الماليه مثلا اذا بدك المصطلح اللغوي في قصه يعني بيقول له نحن لازم نكون معفيين من الضرائب معفيين من الجمرك هلا الضريبه دفعونا اياها وفي قصة الإدخال المؤقت على الباخرة وكيف يرجعوا يطلعوها باسم مين هيك يعني بتعرف أنت الجمرك تحت سلطته أي تحت سلطة وزير المال طبعا من شان هيك الأوديتور تبعنا برايس ووتر هاوس كمان بيعرفوا لفراس طلع اسمه وديع في اسم جديد هو واضح أنه شو اللي كان مطلوب واللي مرقوا معنا بالحلقة هو هم اعتبرهم يعني مضاجعة يعني بيقول له ما يضاجعونا بوزارة المالية قالوا ليش هني عم يضاجعوكم هلا يعني أكثر من هيك وعطلوا الكلمات هلا بس لنجرب نفهمكم شو قصده يعني فإنه معتبر إنه قالوا نحن معفيين من الضرائب من الجمرك هلا الضريبة دفعونا ضريبة شو اسمه ما بعرف شو الضريبة شو اسمه بس إنه دفع خلاص يا أخي حطها للباخرة وفلتها فرط برا بلا ما تعمل شيء الدولة ما هو لا ليقول له هيك يعني عم هو لأنه مش عاجبيته الدولة لا إيده بتمه لأنه إيده بتمهم ما حفي يقول له ليش عم تحطني حتى ادخال مؤقت غير لانه ايده بتمه دافع من جايبته مش قابض هلا ببين معنا ايده بتمه بتعرف شو يعني ايده بتمه بيقدر يتشرط اللي بده اياه منروح على التسجيل اللي بعده بنرجع منفسره التسجيل اللي بعده اللي هو رقم 5 انت هلا عم تحط هالعقبات الصغيره انه بلكي الدوله بافلس لا انت اليوم عم تدي كونترا ما بتعرف انا رايح الزلمه يجيب جارانتيز ما بيجيب جارانتيز ما بعرف شو بصير بعد ما دفعت للادفانس بيه ما بعرف يا ما بصير شو تخرب انا قاعد سنتين مقدم جارانتيات مش قابض مصاري انا عامل لك انا قاعد سنتين كونترايات مع الكهرباء مش قابض وبقدم لك الثلاثه بقشي معه المصاري يعني فايت على الدولة هو وعارف انه مقدم جرانتيات قبل وما قابضهم يعني في مناقصات فايت فيها ومقدم جرانتيات وما قابض شيء واضح بهذا التسجيل انه فاضل انه عم تحط عقبات انت صغيرة بلكي الدولة افلست انه هذا الشيء ما كان مطروح بوقتها طبعا انه ليش عم تعقد لي اياها من المصريات يعني هو بس هون أهمية هذا التسجيل هلا رح نتوسع فيه لاحقا بعد شوي بس هون عم بيوثق اول توثيق اذا بدك بهالقعدة بيناتهم هن للعلاقة الشرطية ما بين الأدفانس بايمنت والعمولة وخلينا نرجع نتذكر بأنه الشركة أخذت يعني أدفانس بايمنت أو داون بايمنت 22% كان بدهم 25% كمان ونزلوا لهم إياها نقص 12 مليون اعترضوا على هذا تسقيط يعني موضوع هو مفروض 10% يكون الرقم مش طايرة قبل وكان كل الحكي بالإعلام والمتداول أنه أو مش بالإعلام بس الحكي المتداول خلينا نقول بحد الأدنى أنه العمولة اندفعت من الادفانس بايمنت او الداون بايمنت وهذا رح نشوفه هلا او على الاقل رح نشوف جزء من كيف كان عم ينطبخ كيف اندفع ما بعرف البقيه كيف هلا حنكفي رياض بسياق التسجيلات رح نرجع لموضوع الادفانس بايمنت بس هلا
بس عنا في الوزير سليمان فرنجي اللي هلا كشفته العقارات اللي بتعلق فيه وبفريقه السياسي. الوزير سليمان فرنجي وقت كان في مذكره بحث وتحري بحق سركيس حلاز بموضوع الفيول المغشوش طلع وبقى الصحفي عمل عراضه نعترض عليها طبعا، وكان لازم يحكم للقضاء. وبعده سركيس حلاز لهلا يعني ما مثل امام العداله انه ما عجبهم القاضي. هيدا الشيء حكما يعني مدائن وغير ومرفوض، يعني عدم وصول حدا والتغطية بفريقه السياسي. ولكن الوزير سليمان فرنجي اللي كان مرشح للرئاسة مع الرئيس سعد الحريري حكي بالمؤتمر الصحفي بيتعلق بموضوع البواخر وسمير ضومت، وبردنا على التحليل. هلا الوزير جبران باسيل بيقول انه جاب سمير ضومت على العقد بده يجيبه. خلينا نسمع هون واضح بيحكي علاقة سمير ضومت بالوزير جبران باسيل. خلينا نسمع شو قال الوزير سليمان فرنجي. بواخر النفط سمير ضومت جيبه لسمير ضومت. تعرفوا سمير ضومت شو قصة سمير ضومت؟ أنا معي خبر قبل بسنتين سمير ضومت رح يخد البخرة، وعم بعطيها أخبار. أنا قبل بسنتين معي خبر سمير ضومت رح يخد. تعرف ليش عطى سمير ضومت البخرة جبران باسيل؟ لأنه هلا جبران باسيل بيجي بوشوش الحزب وبوشوش 8 أدار. اشتريت سعد الحريري فيها، أنا أعطيته إياها لأنه مش مزبوط هذا الحكي. هلا مش سعد الحريري، أنا سعد الحريري قبل بسنة إجا لعندي، كان بوقتها في السنسين وإجا لعندي بال 2010 9. قال لي عم بيعطي سمير ضومت تيحرجني، قال لي عم بيعطي سمير ضومت تيحرجني وتذكرني حياخدها سمير ضومت. كانت يومتها لن طرحت مناقصة، ولا في مناقصة ولا في شيء. قلت له ليه بده يعطي سمير ضومت؟ قال لي تيحرجني. وما حمشي له اياها وما مشيها سعد الحريري، مشان نكون هون منصفين. ما بعرف اذا شريك ولا مش شريك، بس ما مشيها. اللي مشيها بحكومة نجيب مياطي مشيت البواخي. خلينا نكون هون منصفين بهذا الموضوع، مشيت بحكومة نجيب مياطي. سمير ضومت انحط اسمه لإحراج سعد الحريري. هذا اللي صار بوقتها. البواخر كانت عم تتعمر قبل بسنتين بتركيا. سألوا الناس راحوا يروحوا على تركيا هول بواخر لبنان، لسه ما كان في مناقصة. هيدي مش هي ما بينسأل. اليوم الفيول ليش بعده لليوم ما صار على الغاز؟ لأنه البواخر بتشتغل على الفيول. في مختبر للبواخر بيشتغل، إنه صار لنا 10 سنين بنجيب فيول مغشوش. ما انتوا اتكلتوا عليه امبارح بفيول المغشوش. طب اذا من 10 سنين بيشتغل بفيول المغشوش وقابل بفيول المغشوش صاحب الباخره، معناتها هذا بيتحكم وفوت على الحبس. واذا مش قابل بفيول المغشوش معناتها ما في فيول مغشوش. كثير بسيطه الامور. نحن عم نقول روحوا على الجماعه جيبوا سمير ضومت اسالوا مين شريكه، جيبوا سمير ضومت اسالوا كيف كان قبل بسنه معروف انه هو هياخذ المناقصه. هذا اللي نحن عم نسأله. سألوا الوزراء ليش مضيوا المناقصة، ليش جددوا؟ كانوا مختلفين اني و14 أدار على كل شيء. كانوا متفقين على الفيول، كانوا متفقين على عقد سوناتراك، كانوا على كل شيء مختلفين. كانوا متفقين على عقد سوناتراك وجبران باسيل ولك شحطة حرارة ما بيعطيك ببلاش. بدك تقنعني كان كبير وشخصية كبيرة وطنية نزلت عن عاد سوناتراك وضيته ببلاش هيك يعني؟ خلينا نضحك على حالنا ونضحك على العالم. ما نضحك على حالنا وما نضحك على العالم. هلا أنا بهيدا المقطع الصوتي لفتني الحديث عن مختبر الفيول اللي رح نسمع بالتسجيلات شو رأي رالف فيصل فيه، ومين جاب سمير ضومت وليش، وهيدا أصلا من البداية موضوع حلقتنا. بس لفتني انه عم بيقول انا هيدا اخبار. فاللي مفروض يصير هلا انت بدك تدعي القضاء يبعث ورا هو عم بيقول كان انه انا مستعد انزل. ليه؟ شوف يا موضوع حساس وحيوي هالقد، شو بيخسر سواء سعد الحريري او سليمان فرنجي ينزلوا عند القاضي روني شحادي ويدلوا بافادتهم ويشوف اذا في مطابقه لهالاقوال ولا لا. ها يعني شهاده الشو يعني هذه شهاده مؤثره ومهمه. عم بقول سعد الحريري اجى لعنده جبران باسيل ومن وقتها عم بيقول له انه انا رح اجيب لك كيف الحكي هذا؟ هول شخصين كانوا بالسلطة. أنا ما بدي ادعي القضاء يستدعيهم، أنا بدي ادعي الوزير سليمان فرنجي هو ينزل والرئيس سعد الحريري. بادروا هلا على تويتر أنتوا قولوا ما عندنا مشكل نروح على القضاء، لأنه ما مقبول يكون الحكي بس بالسياسي وبس نوصل للوقائع ولأثبات هذا الحديث بصوت وكيل الشركة اللي هلا حنسمع شو بيقول عن الفيول، شو بيقول عن أورهان وقتها وعلاقته بالفيول. الوزير سليمان فرنجي والرئيس سعد الحريري، الرئيس الحريري اللي جاي بحكومة إصلاحية هلا وبده يغير البلد. أنا بدعيكم
حضرتكم تعلنوا انه مستعدين تنزلوا على القضاء على تويتر، سمعوا الراي العام انه انتم رايحين، مش بس يكون موضوع للحرتقه السياسيه وقت مزبوط. اه ولا انت عم تسولف عن باسيل وقت نتوافق معه بتروح كل هيدي الاخبار، ولا انت عم تسولف حكي يعني؟ انت كنت مقهور لانه لو عمل لك الحركه تبع سركيس حلاس عبر غادة عون، مقهور منه جيت سولفته خبريه، صفقته خبري. يا اما انت جدي باللي عم تقوله، بتقول انا مستعد انزل على القضاء وما عندك شيء تخاف منه انه بنفتح ملفات مقابل ملفات، بتنزل على القضاء وبتدلي بشهادتك، ونفس الشيء سعد الحريري. وحتى رئيس سعد الحريري حيوي هذا العالم. هلا نحن بتجيبه من العراق، بتجيبه من غير محلات، ما حيغير شيء. في ازمه كهرباء نحن مقبلين عليها لانه استثمرته مصاري كثير كبيره على حلول مؤقته، واخر شيء تبين انه فيها عمولات على الأقل هذا الموثق حتى اللحظة، هذا جزء من العمولات الموثقة. حتى الرئيس سعد الحريري في سمير دومت كان نائب رئيس تيار المستقبل، يعني إذا ما إلك عليها دولة الرئيس لازم حضرتك تبادر تروح تثبت أنه ما إلك عليها، لأنه سمير دومت لهلأ. وسمعنا سليمان فرنجي شو بيقول، جيبوا سمير دومت، هاتولي سمير دومت، ما حدا عم يجيبوا لسمير دومت، استمعوا له بخجل عند الرئيس علي. يا عم الصفدي شو اسمه، مش قابل يعني، مش محمد، أحمد الصفدي بعد من بعت وراه على القضاء تسجيل وقابض ومبين ومبين لك بالتسجيلات موسق هيدا الشيء. خلينا نسمع رالف فيصل شو بيحكي عن هون هلأ 100%. ساعة ساعتين تفوت شوف وين صار، بقي ساعة مشي والموج قدامه شوي. طب الدنيا انت تجيب اليومين؟ وصلت كلام. ما بقى بزبطت. وزبطت لنا الموقف وكل شيء. هون كل يوم اسمه كلام. بس حتى شو عم نفس المشكلة، جبتهم عندك فيولي. ببلش انا هيدي بدي بلش طبق الكونترا خلص، ولا يمكن الحق. ولا يمكن الحق. هي جود ويل خلصت. خلصت. ما مش هو هاي مكتب الوزير عم خبره انه انا قالولي ضخ فيول على مسؤوليه الطبخ، لح بالخزان موجود، بس انا مع ثلاث ايام انطر النتيجه. عبالكم بدي اشقل بعد تبشان تبع شوي رح يعطوني نتيجه ب 36 ساعه. شو رايه؟ خوي خوتاه قال لي رب ما حدا قاعد هيك. انا قلت ايه انا ما في مش انا وياه لحالنا. قال لي شو اي 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 مزرعه هون؟ اي مزرعه هون؟ العالم بدها كهرباء وبعدين باخر توقف 15 يوم باخر 15 يوم باخر الفيول وبعدين بدخلها وبخضخه. ايه ما فتحوا اعتماد. ساعة بيقولوا له ما تبع الطبقة، ساعة بيقولوا له انه ما بعرف عنده مشكلة مع سوناترا ما مشكلة، بخضخه. وانا ما في ضخ، ما في افحص الا ما يوصلوا على الخزان. بس يوصلوا على الخزان اللي على الارض مش اللي على البيترا، باخذ سامبل لانه هون ما في حدا. لا شو لا مختبرات هون تبع للدوله بحطوا النتيجه اللي بدك اياها. مش حالي ما في برايفت، بس ما 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 في مضطر ابعت على بيرو فيتا بدي اندبندنت بارتي. متفقين انه يكون في اندبندنت بارتي يعني مثل اس جي اس مثل فيريتاس. شو رأيه أرهان يا رياض؟ خوتان مزرعة. مزرعة مزرعة هيدا متعهد فايت ماخذ مناقصة بالدولة عارفها مزرعة. لا وما عم يحكي هلا قبلان. لا قبلان تفوت بمزرعة أنت تقدم على مناقصة وتدفع عمولات لتاخذ التلزيم. كيف موفق معه يا أخي؟ لأنه واضح بالسياق بس لنفسره شوي، أنه بيسألوا شو وضع أرهان، أنه أنت كيف عم تجيب فيول وعم تعيد الكرة معهم، يعني أكل ضرب بالأولى وعم يقول له صارت الثانية ما بدي تتكرر، ويقول له شو رأيه أرهان؟ بيقول له خوتان رالف ما حدا قاعد، أنا ويا لحالنا. قال لي شو بأي مزرعة هون؟ مزرعة هون مزرعة العالم بدها كهرباء. عم بيحكي عن وزارة، عم بيحكي عن وزارة الطاقة اللي كان الوزير فيها الوزير جبران باسيل شخصيا بعهده، واللي انعملت هيدي المناقصة بمكتبه وبإشرافه وبإشراف مستشارينه مع لجنة وزارية بطريقة سرية جدا. ما هو حق يخوت أرهان، وهلأ لازم يخوت أكثر، هو واللي خلاه يفوت بهيدي المناقصة. انت للوقت ما بدك تاخذ وقت كثير، بدنا نعجل بالشرح بس لا شيء. يعني اللافت بس مقطع المختبرات، ما هو هذا اللي بيقوله سليمان بيحكي عن مختبرات الفيول. قال له مختبرات هون تابعه للدوله بحطوا النتيجه اللي بدك اياها.
ويقول له ما معتمدين لانه ما في برايفت بيعتمدوا على بيقول له انا برجع هلا يمكن هون هيدا ولا بالتسجيل اللي بعد منه. ايه هلا التسجيل اللي بعد منه خلينا نسمع التسجيل تبع الرقم 8 بليز. الأسيديتي 16% ضاجعوا حريمنا. هلا هي وقتها هو فين يربطوها بقصة اللي صارت بعدين بقى التفتيش المركزي وهذا، بس انه اخي زلمه واضح بقول له اصلا نفط عالم اخر. نفط عالم اخر. لا انت بتعرف بقول له وانت بتعرف، وهذا بخلينا نفهم بعدين ما صار كل خبريه النفط مركبه على اساس البواخر. يعني في ديلان ركبوا على بعض، بتحس في ديلان، لانه انا سالت وراجعت انه خيو هولي جماعه كارادينيز كانوا عم يتشكوا شيء من نوعيه النفط. قال لا ابدا 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 شكوا بمجالسهم الداخليه لانه عم ينقع فاضل ما بده يدفع له مصاري. عم يقول له عم بتكلف هاي شغله. اثنين الواضح بهو التسجيلات هون هلا هاي عم يشد فيها الوزير جبران باسيل انه دفعت الشركه. لا ما اسمت بالطعبه ما هو كان مفروض مينيموم الدفع. لا 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 ما هي حتى بدفتر الشروط ما ترتب دفتر الشروط بطريقه انه هن بيقدروا بالدليفري بيسلموا. طب ما تاخر ليسلم السفينه وايش تاخر السفينة انه بتسجيل تاني بنسمع بقول انا اخرتها بعد ما اسمت دفعه. هو السؤال كيف وفت معه هلاد هون دافع 6 مليون و6 مليون لفاضل رعد والصفدي على اساس وخاسمين له 12 مليون اللي هن 3% من الادفانس بايمنت اللي كان على اساس بده يقبضها كلها. طيب اذا هو صرت دافع لك 30 مليون دولار وبتقول له مش خساره فايت مش قابض بقول له انا مش قابض مش فايت على جيبتي. شو قصده انا مش قابض؟ هو قابض الادفانس بايمنت بعده ما ربحان. هو انت عم تربح خيي، عم يقول له انت فاضل عم تقبض مني مصاري وكان دافع له هون انا ماني قابض. يعني منه قابض بمعنى ما مطلع ارباح وكان هو قابض الادفانس بايمنت هون. يعني وين راحت الادفانس هيدا التسجيل بعد وصول وين راحت الادفانس بايمنت؟ ليكون عامل حسابه انه هيدا الادفانس بايمنت بتشمل كلفه تعمير السفينه. ساعتها بخي ادفانس بي قديش انها تتمقسم 78 مليون دولار. طب ما شو ها يلا يلا شكله هذا بيشمل انه بعبرها للسفينه. هلا حنشوف رياض قصه الادفانس بايمنت وربطها بالعمولات. بس قبل بعد في الازعر. لا لا هذا تسجيل الأزعر رقم 9 لو سمحت. بدك تكون أزعر مع الدولة. يلا رقم 9 والله مخبرك. أنا 40
بلش تنجيش تلقاها، اما بدهم اياك تبلش تخ على مسؤوليتك. مثل ما عملت المرة الماضية، خدت حيز النية. هي بدك تصيح يا راجل، الحكي بدك تصيح هون بده يكون واحد ازعل وراك. اكيد اكيد قلت لك. تشتغل هون ما عندك ازعل وراك، ما حتقدر تنجح. بدك تشتغل يا رالف، بدك تشتغل هون، بدك يكون واحد أزعر وراك. قال له أكيد أكيد. وقلت لهم لمين يعني؟ قلت لهم لا لا لحظة شوي، شو يعني أكيد؟ وقلت لهم يعني عدت مع للسيدة ندى البستاني أو شو اسمه التاني اللي هلأ ريمون علي رجل. ريمون شو اسمه؟ ريمون رجر أو سيزار أو جبران بسير. وقلت لهم آه أنا لازم يكون في أزعر وراي لا يمشي حق. بيقول له اكيد اكيد. اه شيء رفع صراحه. لا شو كثير، شو الفخام يا. بعدين السؤال رياض، بدهم اياه يضخ على مسؤوليته، ليه انتم كان بدكم اياه يضخ على مسؤوليته؟ ليه دوله وهلا بنسمع بالتسجيلات انه بيطالبهم بالفيول قبل بفتره وما بيامنوه، يعني بينطروا لاخر يوم من وقتها، يعني من كان وقت ما كان جبران باسيل وزير طاقه بيقول له خيب بياخروا الفيول. هو مش فهمان الديل، هو بيقول له خيب شوف في مشكل بينه وبين سوناتراك، مش فهمان هون قبل ما يتركب الذكر على الذكر بعدين. طيب يلا هلا من طمن طول لانه احنا عم نجرب قد ما فينا يعني نقطعهم. اضطرينا ليال بموسى صار لها اربع اسابيع ثلاث اسابيع ما قاطعه 100% يعني بيروح ضحايا فيها. ولا احسن ما يتهمونا بعدين انه احنا عم ناجل موضوع المرضى، انه بتعرف بيركبوا مؤامرات. هلا بهذا التقرير رح نشوف التحقيق، رح نشوف شو نوعيه التسجيلات الصوتيه اللي رح نشوفها بعد التحقيق، واللي هو بيوثق العلاقه ما بين الادفانس بيمنت او الداون بيمنت والعموله. نحضر التحقيق. في تلك الجلسة التي بدت كما لو أنها مشهد من فيلم العراب، تجلت العلاقة الشرطية بين العمولة والدفعة المسبقة، وكذلك الدور المفترض لوزير المالية حينذاك محمد الصفدي وفريقه، فيما بدا واضحا أن الخلاف تمحور حول أسبقية العمولة على الدفعة المسبقة أو العكس. جلسة العراب هذه كانت قد سبقتها جلسة بين ممثل شركة كارابينيز رالف فيصل وفاضل رعد. اختار فيصل أن يجعل لها عنوانا هو Thank you، $100,000 كاش مبادرة حسنية. وفي هذه الجلسة يلح فيصل على ضرورة الإسراع بتحويل الدفعة المسبقة متخوفا من إفلاس الدولة. ارتباط العمولة بالدفعة المسبقة ينكشف تماما في واحدة من الجلسات الأخيرة المسجلة بين فيصل ورعد صيف عام 2013. في اتفاق مع الجامعة الجامعة حالي، انا بس بدي اخذ ديسك حالي، شو بدي بالاتراك لدرجة بتعمل لك انا خليني المبلغ اللي رح كفيهم على اربعة ما بيصبر بيصبر رعد هيدي بدي جمعة زمان لحتى اعمل لها اخراجاتها. لا بدك نفسي. وهي جلسة انفخت فيها دفع عمولات البواخر ليتفرق عشاقها. في اتفاق، في اتفاق يا رب، في اتفاق على قصة الداون بيمنت هاي اللي انا قلت لك، في اتفاق انا وصفت لك الحق اللي معك 100% وصفت لهم الحق، وقتها انت ما خبركني شو عم يكون. هنا نسمع كيف سددت الدفعة الكبيرة من العمولة نقدا بعد 15 يوما من استقبال شركة كارادينيز في 12 من كانون الأول عام 2012 لحوالة الدفعة المسبقة المرسلة من وزارة المالية. وأنا على حتى أبين حزني يوريك قبل شيء جيت ما قلت لك أنا أول وحدة 100,000 لا أنا تبعت عندك وأنا بعد ما في شيء بس دفعوا الأدفانس قلت لك 15 يوم أنا رح أعمل لك دفعة كبيرة ما بقى شفتهم كيف جاي أخذ ريسك عم برجم. وهذا ما يتترجم بوضوح بواحدة من نسخ الاتفاقية في مطلع عام 2012، ما يجعلنا نقدر الدفعة الكبيرة بمليوني دولار
تم تسديدها نقدا. لانه طرح معك اول مره موضوع قلت لك خذهم ضربه وحده، خذهم كاش حتى ونخلص من هذا السلام. بس مش عم اعرف كيف رح توصل الادفانس بينك، ولدرجه هلا الامور كلها عم تتاخر وحده. واجيت قصه الاسماء وقتها قلت لك مكفين على 4 ملايين دولار، مكفين على 4 ملايين دولار. ما يتخيل على شاطر الأهم أنه بينما كانت العمولة موضع تجاذب بين رعد وفيصل، كانت الدفعة المسبقة كذلك، وهذا ما يوثقه أرشيف الصحف وتفاصيل التسجيلات. الظروف هلا أصعب، لا لا شك، الدرجة أصعب. أول شيء أدفانس بيمنت ما أجيت بتاموس وقت قلت لي بعد 10 أيام تحت الضوء، قلت لي أسعار مش رح فوت هالفوت. بس شو عملوا؟ يختفي أي أثر للعمولات بين رعد وفيصل مع دفعة أخيرة نستنتج أنها بحدود 400,000 دولار. أعقبت بأيام الدفعة الكبيرة كما تبين هذه النسخة من الاتفاقية. وللمصادفة ترافق ذلك واستقالة حكومة ميقاتي في أذار عام 2013. شو في شي بزعل؟ مليونين دولار كاش، شو في شي بزعل؟ حط له اياهم بالشنطه واخذ ريسكه بحياته، مش حاملهم بهالطريقه. وهو اللي ترافقوا مع الادفانس بيمنت، دفع دفع وصلوا الادفانس بيمنت من هون، سلموا اياهم من هون 15 يوم. شو في شي بزعل؟ مش عم بفهم انا ليش مزعوج الوزير جبران باسيل. هو اللي ما بزعل انه كشفنا هيدا كلها شيء. انا بفهم احمد الصفدي، محمد الصفدي ينزعج لانه على مباشره. هو شو في شي بزعل غير انه هو كان وزير وعم تصير هلا؟ بدي افترض بدي يكون حسن النيه، هالامور كلها عم تصير. هلا بالرد عليه للوزير جبران بيصير حقول لك حسن النية شو بيقول. منبلش بالتسجيلات الرياضية. دغري القهوة، قعدة القهوة لما اقول هول بتموز اب 2013 وقت بلش ينشب الخلاف بين الرجلين وراحوا بعد استقالة الحكومة كذا شهر. خلص بطل تقريبا محمد صفدي صار وزير مالية تصريف اعمال، ما بطل له عازف. يبدو هيك صاير. او ما بعرف اذا ركب التسوية اخرى، بس خلينا نشوف لما دبك، لما انفخت دف العمولات. هو طرح رئيس حكومة وقتها بفترة كان في 8 مرشحين بتصور وقتها كان من ضمنهم. طرح بس مش الحال. بس هلا بنشوف هون لما انفخت دف العمولات وتفرق عشاقها. شوف التسجيل. نسمع التسجيل الأول. مهم. لما نحكي سوا، والله إذا عم تحكيني باسم الصحبة وعادين عم دردش قهوة، بقول لك معك حق وضع البلد، بس أنت فت بالبلد. في اتفاق مع الجماعة. الجماعة حريصة على حالي، أنا مش هيك آخذ ريسك حالي، شفت بالأتراك، لدرجة عم بقول لك أنا. خليني رح كفيهم على 4 ملايين. ما بيزبط رد. وعم بقول لك هيدي بدي جمعة زمان لحتى اعمل لها اخراجاتها. لا بدك بدي اسافر الجمعة نحترع نفسي بدي اسافر الجمعة الجماعة حارقين نفسي ما في اخر. يعني في حدا عم يزن عليه لفاضل رعد انه روح جيب المصريات منه وعدونا يدفعوا. مبين عنا بالتسجيلات هو احمد الصفدي وفريقه. والواضح هون انه كان مدفوع مبلغ يعني لهون 3 مليون، يعني كان باقي 3,100,000، كان مدفوع 2.5 مليون لهون تقريبا، كان عم يقول له بكفي لك هون على 4 ملايين. بنروح بالتسجيل اللي بعده رياض. التسجيل اللي بعده مشان ما نطول دغري. مش نسيت فاضل مش نسيت فاضل مش
طيب هذه يعني هذا التسجيل خلينا نقول الأساسي فيه المقطع يلي عم يحكي فيه انه هو كاش بالشنطة. اول شيء التسجيل بيحدد بوضوح التاريخ عم نحكي بأغسطس 2000 اكيد بين عم يعني بنحدد يعني بين تموز واب وهون عمليا 2013 لانه وصلت الباخره. فالمقطع المهم بالتسجيل هو لما يقول له دفعته انه قال له فاضل انه قلت له التركي رفض قلت له التركي رفض قلت له التركي رفض عيدها 3 مرات هيدا دفعهم من جيبته هيك قلت له هالحكي برحمه بي قلت له رالف دفعهم من جيبته مش من التركي روق علي برد عليه روق علي مش ناسيك فاضل مش ناسيك شو بدي بهول هالمقطع هيدا هون بس لنوضح العالم انت بتعرف جبت لك اياهم انا جبت لك اياهم بالشنطه بمكتبي يحرق اختها مش ما حدا بيعمل بيعملها مش حاملهم بحياتي هالرقم كله حامل كاش هالقد جايبهم على مكتبي هون كانت مدفوعه الدفعه الكبيره بعد 15 يوم الادفانس بايمنت اللي هن مليونين دولار كاش هو على فكره نوضح الادفانس بايمنت صارت باخر شهر 12 2012 وبقول بعد 15 يوم الورقه مبينه عندها اللي بتنقص مليون اول 2013 ب 3/1/2013 فيعني هاي واضحة ما حد توسع فيها واضح كيف. الحديث الرياضي بيتزامن يعني مع التواريخ تبع المستندات هيدا الشيء بتصور القضاء لازم يكون عم يقارنهم أيضا مفروض. لأنه هيدا الشغل اللي كنا عم نجرب نوثقه مش أنه نعرض بس تسجيلات مش أنا ندقق بهالكلمة شو هي وهالكلمة شو هي الأساس هو سياق التسجيلات وين بأي تاريخ وكيف تتقاطع مع الـ الاتفاقيات شو خلينا نشوف الفيديو رقم 13 لو سمحتوا هون يعني مش حنعلق على اشياء صارت مكرره واضحه يعني مش انه مره وارده بالتسجيلات مكرر واضح جدا العلاقه ما بين الادفانس بايمنت والعموله واضحه ما في ما بدها اثنين يحكوا فيها وهون مفيد ينفتح وينشاف بالارشيف مين اللي كان عم بيلح على الادفانس بايمنت لما قال له رحتوا على الاعلام حكي عمان حكي مع رالف فيصل كفريق
قال له رحتوا على الإعلام، يعني قال لي أثاروا الموضوع بالإعلام أنه لا بعد ما دفعت أدفانس بايمنت، علما بأنه هو هون في شيء صحيح مزبوط أنه في ناس كانت عم تأخر الأدفانس بايمنت لأنه كانت عم تشترط أنه بدأ تحصل على العمولة قبل ما تدفع الأدفانس بايمنت، بس رجعوا مشوا كلمتهم مين جماعة رالف واندفعت الأدفانس بايمنت وبعدين مشيت العمولة. هلا هون المفيد ينشاف مين كان عم بيثير الموضوع بالإعلام بهديك الفترة. خلي القاضي يشتغل على هذا الموضوع، خلي القاضي. بس هون أنا بهمني جملة يا غمان، هيدي بتتقاطع مع الاتفاقيات، هاي يمكن حتى القضاء ما معه إياها بالشكة ولا ما في مستند كنا نحن لافت عنا. هلا حنوطه ايه انت بتعرف 650 وقتها قلت لي رالف زيدا 150 فوق وقلت لك تكرم عينك، ونحن طلعت انا طلع هذا السعر في 90%. شو بدي بتفصيل تسميه انه هو زاد له 150 ألف. هون شو هذه؟ بالاول بلشت العمولات مثل ما شفنا بكل التحيا 0.08، راحوا الشباب بس ما توقع العقد بشهر 4/2012، عدلوا الاتفاقيه وراحوا على مبلغ ثابت مقطوع على ما يبقوا يقبضوا ويبقى في وراء بيناتهم طوال العقد. كان الاتفاق على 5,550,000 دولار. خلينا نشوف المستند. 5,500,000 دولار بنشوف هيدا ب 4/7 المستند. واضح هون واضح انه هو 5,500,000. هلا هو بالتسجيل بيقول له زدت لك 150,000 بناء على طلبك وقلت لك تكرم عينك. هي مثل قصه ال 100,000 ثانك يو هي هون اللي زاد له اياها. هي 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 يبدو حصته، يعني هي حصته البرانيه غير الغير اللي بيقسم فيها معاه من حصته من هولي. ما هو سمسره على سمت لك بالعالم كسمسار 10/10 يا فاضل، 10/10 يعني رالفك شد همتك يعني شوي. مسمسر بالملف ومسمسر على السمسره 10/10. منشوف المستند ال في او اللي بعده اللي هو اللي زاد له 150,000، 5,650,000 هيدا اللي رجعوا اتفقوا عليه وحطوا تاريخه تاريخ قرار جلسه مجلس الوزراء 100%. وبنشوف كيف المبلغ 5,650,000 يعني فهذا المستند اذا ضايع مضيعين وين موجود القضاء. صار واضح ترابط بين التسجيلات وال يعني والمستندات اللي كانوا موقعينها هون. يعني نحن ما بدنا مش طالبين من السيد من الرئيس روني يتشكرنا على المجهود يلي عملناه، نظمنا التسجيل هذا شغلنا عم نعمله، ما طالبين من حدا يتشكرنا، بس هو القضاء يعمل شغله. نحن انا عندي ملء الثقه بانه الرئيس روني شحادة ما راح يقبل بانه هيك ملف بهذا الحجم وحيوي هالقد انه ما يسجل اسمه للتاريخ فيه. هاي فرصته ليسجل اسمه للتاريخ فيه. واضحة الأمور. على كل قبل ما نرد على الوزير جبران باسيل خلينا نسمع هذا التسجيل، حنسمعه مرة واحدة اللي هو رقم 16 لو سمحتوا، اللي هو كنا بلشنا فيه أول حلقة يعني من مش الحلقة الماضية اللي قبل منها، وقت ما وثقنا أو عفوا حتى قبل يعني الأول حلقة نحن هلأ بالرابعة لما قلنا لكم حنبلش من الآخر وقت ما دبك المشكل، ولما كانوا عم يحكوا مين اشتغل مش ليجيب البواخر ككونسبت بواخر، لا مين اللي اشتغل ليجيب كارادينيز. وشفنا هون كيف انه محمد الصفدي بحسب التسجيلات معروف لجابها في عمولة، في حدا تاني اشتغل ليجيبها، هو يطلع يدافع عن نفسه قدام الرأي العام. على كل نسمع التسجيل لو سمحت. والشخصين المهمين بهاللجنة بس كان في يطلع يعول، بس زنياتي والصفدي كان وقفوا ضده ما كان قدر عضه بحب يعني عم بمشي تكوين على راسي. بس انا عم فسر لك لو لا ميعادي كان ما بده اياه. هلا شو بدي نرجع على الماضي؟ انا صفدي انا حرجع انا شو ما كان يكون ضلني اصحاب انا وياك يعني. وانا قلت لك انا انت لازم تشعر معي انا باي وضع انا مشكلتك شعور معي صار في تغير بالكلام. نحن عبيرنا جيد مرة طرحت علي صح قلت لك رفع الاتفاق فبرعبوا
طيب هذه يعني هو التسجيل هذا طبقه حطيناه نحن، بس هلا مفيد نتوقف عند شغلتين. مره لما بيقول له انا يعني جيت قلت لك بعد كان ما في شيء، جيت قلت لك ثانك يو على كل شيء بس لحتى تصدقوني، جيت بس دفعوا الادفانس ادفانس بيمنت، قلت لك 15 يوم انا راح مرق لك دفعه كبيره. هاي اللي عم نحكي عنها لو بيقول له باكثر من تسجيل بحياتي مش حامل هالمبلغ اللي هي مليونين دولار، رجع وراها اعطاه 400,000 كاش اقله بحسب التسجيلات. هذا غير اذا بترجعوا تتذكروا قبل لما كان عم يحكي عن استراكشر وبعته لاورهان واورهان وقف على الدرافت ما زبط او زبط مع غير ناس. لا ما هو جاي في كان قال فيصل ما زبط مع محمد الصفدي او زبط مع غير ناس بهالطريقه، في ترانزاكشن بغير مطرح ما بنعرف شو هي، عم بعدنا عنا اسئله عليها. على كل اخذ ريسك عم برجف، بس البارت اللي بيهمني كمان نحكي عنه هو اللي هو الاول رياض، اللي هو بالاول بيقول له هن من الناس اللي اشتغلوا، هن من الناس اللجنه ثلاثه يا اخي من الناس اذا من قبل نصبت لك الحق يلي معك 100% ونصبت لهم الحق. انا ما بخبرك هني شو عم يحكوا هلا، مش هيدا مشروعهم، مشروعهم كان واقف وما بعرف شو ترجعنا او شيء. هن الناس اللي بيقول له رالف هن الناس اللي اشتغلوا، هن من الناس. عم قال له فاضل لجنه ثلاثه، قال له يا خيي من الناس، قال له فاضل او هم محطوط فاضل بعتقد هو لا رالف بعتقد يعني. بيقول له رالف ليش الوزير باسيل شو بيرد عليه فاضل وبيقول له كان بدك شخصين من اللجنه والشخصين المهمين بهاللجنه باسيل طيب المتحفظ على المصطلحات كان في يطلع كذا، بس اذا المئات والصفدي كان وقفوا ضده ما كان قدر عضهم. اذا هن شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا له انه عمليا عم بيقول له فاضل انه لو بس باسيل يشتغل لهيدي الشركه ما كان قدر جابها، انت كان بحاجه لمحمد الصفدي. فهون مفروض بالوزير باسيل ما هو مش عم بيقول الله طرنا نخلص، اول شيء نحن ما هنخلص كل التسجيلات اللي عنا، في عنا هيك تسجيلات رح نتركها، اخو مرقنا شيء انت، نحن في تسجيلات ما نتركها ونعرضها وقت ما يحين الوقت. اوكي؟ واشياء اخرى بس هلا مش وقت نحكي عنه، بس طلع وضح للبنانيين ليش عم بيقول رالف فيصل فاضل راد ما بتعرف خير، رالف فيصل ليش عم بيفوت بسياق نقاش انك انت اشتغلت لها الشركة؟ ليش وزير بده يشتغل ليجيب شركة؟ خي طلع وضح للبنانيين وشو بدك فيه؟ طلع وضح للبنانيين ما بكفي تحط محضرك انت وارهان كرادينيز بست الشهر او شيء، مع انه عادي محضر رسمي بحضور قاضي يعني شو بده يكون قايل له يعني؟ شو بده يكون قايل له يعني؟ عم يتفقوا على العمولات يعني قدام قاضي من وزارة العدل لحتى يصيغوها؟ خلينا حسنين النية يا سيد هادي، خلينا حسنين النية، خلينا حسنين النية، انه قدام قاضي شو بدك تحكي يعني؟ قدام قاضي وواحد من انزه القضاة في لبنان يعني، شوف ما احلاك انت وحاكي اشياء مش مشروعة يعني. انا بهمني الحكي اللي قايله رالف فيصل عنك بانه انت بتوثق فيه وبترجع تطلع بتقول انت ما بتعرفه، مشان هيك هلا طبعا نتوسع كثير بالحكي، رح نوقف مع فاصل اعلاني ومن بعده رح يرد الزميل هادي الامين عليك على الكلام والافتراءات يلي تفضلت فيها. نلقاكم بعد الفاصل.